سلوى عامر عبد العال بصناعة باب وشباك كريتال. يعني تشتغلي أصلا في الحدادة؟ قولي بدأت المهنة دي من امتى حضرتك؟ بدأتها مش يعني مش قادرة أفتكر، من زمان أوي يعني بتاع أكتر من 20 سنة. أكتر من 20 سنة؟ طب وإيه اللي خلاك تحب مهنة زي مهنة الحدادة دي؟ لأن مهنة شقة جدا. بصي أنا الأول كنت بشوف جوزي هو شغال، فحبيت الشغلانة قوي قوي قوي، من طريق من اللف اللي هو كان بيلفه، أشوف كده بيقعد يلف الحديد كنت أقعد أتفرج عليه. بعد كده قلت له يعني يا ريتك يعني شيء علمني، راح قال لي لا دي شغلانة صعبة. قلت له خلاص، وصعبة عشان عينيك. قلت له خلاص. ابتديت يعني أروح أتفرج عليه، أقعد جنبه أتفرج معاه أتفرج على شغله، لحد ما جيت في الاخر رحت قلت له انا هشتغل معاك. ما لقاش عمال يعني صنايعيه زمان يعني، ولحد دلوقتي الشباب بيخافوا من لسعه النار دي، بيخافوا منها لانها صراحه هي فعلا صعبه يعني شويه. بس قلت له هشتغل معاك، راح قال لي لا مش هينفع. يا عم بشتغل معاك، طب اقول لك هشتغل معاك حاجات بسيطه كده. قال لي مش هينفع. قلت له خلاص. راح يصلى ورجع لاني مشطبه له شغل، قال لي خلاص اشتغلي معايا. يعني بصي كنت بقعد اتفرج عليه هو بيعمل ازاي علشان لما اجي اصر ان انا اشتغل يبقى هشتغل. يبقى خلاص بقى كده. ابتديت يعني ايه، راح صلى ورجع لاني مشطبه له شويه شغل، قال لي ايه ده مين؟ قلت له انا. قال لي طب خلاص ابقى اشتغل معاك. بس اليوم ده الصراحه روحت البيت ما كنتش اعرف ان كانت الظهريه كده، فما اعرفش ان اللمبه دي بتوجع العين. فروحت بقى روحت البيت عيني دي من قد كده هو بقيت فيها ايه العين؟ قلت له ما اعرفش. راح خدني عند الدكتور، راح الدكتور قال له ايه؟ قال له لا ما فيهاش ريش ولا حاجه، كنا فاكرين ريش في الاخر، لان انا مسكت ساعتها الصاروخ ومسكت الديسك، اشتغلت على الديسك وكده. راح قال لي ما فيهاش ريش؟ لا. قال لي يبقى من اللحام. ابتدى يجيب لي القطره اللي هي المخدره بتاعت العين دي لحد ما عيني فكت، وتاني يوم بردك رحت اشتغلت عادي. بتحسي بايه وانت بتشتغلي شغلانه؟ بابا مبسوط بشتغل الشغلانه دي لاني انا اصلا حابه الشغلانه، فببقى مبسوط. رغم ان انا على فكره انا زراعيه اصلا. زراعيه؟ وبحب الزراعه جدا بردك يعني. انا زراعيه اصلا وبحب الزراعه جدا، وكل مكان اروحه لازم الاقي حاجه حته كده، وانا يعني انا في هنا زرع حته نعناع في الركن هناك. يعني بصي نعناع وطماطم وطماطميتين كده في الجنب كده يعني. برضو كل ورشه تروحيها بتزرعي ده؟ احب او انا بحب الزراعه جدا، بس يعني ما فيش مكان للزراعه دلوقتي. في شغل هنا.